عايزين حابين نبدأ بأحدث التطورات على الساحة السياسية للمؤتمرات الرئاسية والاستحقاق الجديد في خريطة الطريق. حضرتك شايف ازاي شكل المنافسة اللي بدأ بمعلمة تظهر ما بين المرشحين المحتملين للرئاسة؟ والله الملحوظة الأولانية إنه في التزام تام الحقيقة من كل المرشحين حتى الآن وكل ما أعلنته اللجنة العليا، سواء بالالتزام بعدم الدعاية قبل يوم 1 مايو، سواء بكل الالتزام بالكشف الطبي، مواعيد تقديم الأوراق، كل الأمور شايفها متميزة جدا، حتى الناس اللي بتعمل التوكيلات حتى كل حاجة. فأنا شايف الحقيقة مفيش أي تجاوز حتى ما بين المرشحين وبعض، مفيش أي حد بيتكلم بطريقة غير لائقة على المرشح الآخر. الحمد لله أنا شايف حتى الآن، ودي بدايات مبشرة جدا، أن العملية الانتخابية إن شاء الله في مصر هتتم على أعلى مستوى، وهيشهد ليها العالم كله إن شاء الله بديمقراطية مهمة جدا، عشان الرئيس القادم يكون عندنا إن شاء الله معلوش أي شك ولا أي خلاف من بين الشعب المصري إن شاء الله. احنا شفنا دور كبير لوزارة الشباب في الاستفتاء يوم 14 يناير، إنها ضخت عدد من الشباب كانت بتساعد الناس الناخبين في العملية الانتخابية. هل هيحصل في الموضوع ده في الانتخابات الرئاسية؟ والله اللي أنا عارفه إن في اللجنة العليا للانتخابات طلبت إن يبقى في مساعدة مش بس من وزارة الشباب والرياضة، من كل موظفين كتير، سواء مديريه الشباب والرياضه، مديريه الاسكان، مديريه الصحه، مديريه التربيه والتعليم، لان العدد كبير جدا وهم محتاجين عدد كبير جدا تساعد في الرقابه على الصناديق وفي ترتيب الناس وفي ترتيب الصفوف اللي امام الانتخابات. فهم بياخدوا يعني مجموعات من كل الجهاز الاداري في الدوله، فهياخد جزء من عندنا وجزء من الصحه وجزء من الاسكان وجزء من كذا. احنا جالنا جواب رسمي واحنا بنقدم لهم ايه الاسماء المطلوبه، وهم هيعملوا بقى البحث اللي هم شايفينه بحيث يتاكدوا امنيا من دقه الناس اللي احنا مختارينهم. يعني سيادتك اعلنت في احد البرامج التلفزيونيه دعمك للمشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، فهل شايف ان حضرتك شايف ان دوت بيتعارض مع منصبك الوزاري او بيتعارض مع عملك وزير لوزاره الشباب؟ والله اللي حصل ده امانه انا لم اعلن دعمي لسياده المشير. انا كل اللي قلته ان اتسالت قبل كده هل توافق على ترشيح السيد المشير؟ قلت لهم طبعا اوافق جدا على ترشيح السيد المشير، وهذا الكلام كان يمكن من اكثر من شهرين ثلاثه، وما كانش لسه في اي انتخابات اتفتحت، وما كانش لسه في حتى السيد المشير اعلن ان هو قال ان انا لسه الموضوع ده محل دراسه، وده كان سبب السؤال ان المشير قال انا لسه لم احسم امري من الانتخابات الرئاسيه. فاتسالت السؤال ده، هل انت مع انه يترشح او مع انه ما يترشحش؟ هذا ما قلته ساعتها. اللي حصل بقى ان الناس بتتكلم على الدعم، انا اتحدى وانا متاكد انكم عندكم الاقامه ان حد يقدر يقول احنا دعمنا باي حاجه او عملنا اي حاجه، واحنا بامانه شديده لم ندعم ولم نتحدث ولم نتكلم مع موظف واحد ولم نستخدم اي امكانيه من امكانيات وزاره الشباب والرياضه لدعم اي مرشح من المرشحين، وهذا ما سنستمر عليه حتى يوم الانتخابات. النهارده الاعلام اصبح متواجد في كل مكان، ما حدش يقدر يخاف. هو في حد هيقدر يدعم واحد في الانتخابات من غير ما يعلن؟ من غير ما اقول لك لو سمحت والنبي انزل انتخب فلان، او مش هقول لك والنبي خد يعني هعمل ايه يعني. اما اذا كان حد بيتكلم على الاحساس الشخصي فانا كمواطن مصري لي الحق ان انا اكون شايف اذا اختار ده ولا اختار ده، لكن ما يحاسبني عليه الناس ان انا استخدم اي امكانيات من الامكانيات الحكوميه مهما كانت بسيطه في دعم احد المرشحين. بس هذا ما اقوله، انما افرض ان انا النهارده كنت زميل فلان في مكان معين طول عمرنا زمايل في مكان معين، شيء طبيعي ومنطقي ان انا هكون اتمنى ان فلان ده ينجح. فانا كل اللي بقوله انا تشرفت بزماله السيد المشير مده حوالي 8 شهور او اكثر في مجلس الوزراء، بس وما لاحظت من هذا الرجل خلال الثمان شهور دول، رجل وطني جدا، محترم جدا، صاحب اخلاق عاليه جدا، صاحب رؤيه استراتيجيه. فده ما يجعلني على المستوى الشخصي اتمنى انه ينجح كرئيس جمهوريه. بس هذا كل هذا بقوله. وزاره الشباب والرياضه هتقبل بعمل دعايه انتخابيه لاحد المرشحين ايا كان على جدران مراكز الشباب؟ اطلاقا احنا مش هنسمح بهذا الموضوع، واذا حصل اي تجاوز في هذا الموضوع هنمنعه. وانا قلت واعلنت هذا الكلام في برنامج التلفزيوني ان انا عرفت ان كان في صوره في احد مراكز الشباب في متاسف احد الانديه، وكلمت الراجل فورا قلت له تتشال، قال مش انا اللي حطيتها، اللي حطيتها واحد مقاول بيبني مبنى جوه النادي، كان دعاء للمشير وبيبني المبنى جوه النادي وحاطط على المبنى اللي بيتبني وهو عامل حتى عليه زي سور كده وحاطط عليه سور. قلت له لا، ما زال هذا الموضوع حتى لو في مقاول بيبني جوه ما زال ده داخل جدران النادي، لو سمحت تروح دلوقتي تشيل الصوره. وتاكدنا ان الصوره اتشالت في نفس الوقت اللي انا قلت له عليه. ولن نسمح لا بندول دعم اي مرشح ولا يستخدم مراكز الشباب ولا الانديه في انها تحط لافتات او صور او اي حاجه في هذا الموضوع. لكن لما تقول لي بقى موظف في الوزاره راح انتخب فلان ولا موظف راح انتخب، ما احنا شيء طبيعي كل واحد ينتخب ولا ينتخب. طب وبالنسبه للمسرح بتاع الوزاره هل ممكن يشهد ندوات انتخابيه؟ طبعا ان شاء الله هنشهد ندوات انتخابيه اذا كان حد يرضى بيعمل هذا الموضوع، لان في ناس تقول لك لا انا مش عايز اجي، او في احنا كل اللي بنقوله
احنا الشباب بيحب يسال في بعض الاسئله، يعني في بعض الناس بتسال بعض الاسئله، يقول لك ايه مثلا، انا عايز اعرف طب هو طريقه الانتخابات ازاي، طب عايز اعرف لو حصل مثلا انه في عدد من الناس مرشحين ما اترشحت، طب ازاي طريقه الاعاده، طب عايز اعرف اسلوب الطعن هيبقى شكله ايه. في بعض الشباب بيعرف، فبنجيب حد خبير في اي الامور الدستوريه وفي قانون الانتخابات وفي حتى قانون مباشر الحقوق السياسيه، وبنخلي الشباب يسالوا في الاسئله اللي عايز يسالها. بس هي دي النقطه اللي احنا بنحاول نعملها حتى الان. لكن بما انه اللجنه العليا للانتخابات اعلنت ان الدعايه بس فقط ستقتصر من يوم 1 مايو الى يوم 23 مايو، فمن اول يوم 1 مايو 23 مايو هو اللي ممكن يجي لنا مرشح يطلب يعمل ندوه، هنعمل له هذه الندوه، بس هتكون في المده القانونيه اللي اقرتها اللجنه العليا اللي هي من يوم 1 ل 23. تمام، نترك محور الانتخابات وندخل بقى للشباب ومشاركتهم في الحياه السياسيه. حضرتك شايف حاله العزوف من الشباب على المشاركه او نسب منهم ما شاركتش في استفتاء الدستور، في نسبه معينه من الشباب هي اللي بتتصدر المشهد السياسي حاليا في مصر، الجزء الباقي من الشباب بعيد تماما عن المشهد. فعايزين نعرف ايه هي خطوات الوزاره لاعاده المشاركه الشبابيه مره اخرى في الحياه السياسيه. الحقيقه موضوع عزوف الشباب عن الاستفتاء ده يعني مش قول دقيق جدا، هو شريحه معينه، هو شريحه معينه وبسيطه وفي محافظه القاهره مثلا والجيزه، لكن احنا عملنا مسح شامل لجميع محافظات مصر كلها، وبباحثين على اعلى مستوى وحاصلين على ماجستيرات ودكتوراهات في عمليه البحث الاجتماعي، ولقينا ان نسبه الشباب وصلت لاكثر من 39 ل40% من المقيدين في الجداول الانتخابي. وبالتالي الحقيقه ان دي نسبه تعتبر كبيره جدا في استفتاء، لان طريقه الاستفتاء حتى ما بتستهويش الشباب. الاستفتاء بتقول هتقول نعم يا لا، ما انتش متحمس مثلا لمرشح معين مقتنع بفكره وكذا. الاستفتاء ما فيهوش نوع التنافس، لكن الانتخابات فيها تنافسيه، فيها مرشح ومرشح ومرشح ثالث، وكل واحد بيشوف ميزه ده وعيب ده، في واحد بيتعصب لده، زي ما بتكون مباراه. ففي المباريات، انما لما بتنزل تقول نعم او لا دي مش حاجه تستهوي الشباب. ففي كل دول العالم مشاركه الشباب في الاستفتاءات اقل كثيرا من مشاركه الشباب في الانتخابات. وبالتالي انا اتوقع زياده نسبه الشباب جدا في العمليه الانتخابيه القادمه اذا كان هناك عدد كبير من المرشحين. دلوقتي لغايه دلوقتي سمعنا ان في 3 مرشحين، المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي والمستشار مرتضى منصور حتى الان، ربما قبل يوم 20 ابريل يكون حد من اخر. تمام، ايه دور الوزاره في التصدي في حاله العنف اللي احنا بنشوفه من قبل الشباب في الجامعات؟ والله موضوع الجامعات ده موضوع شائك شويه. احنا الحقيقه ما بنقدرش نتدخل داخل عمل الجامعات، لان داخل عمل الجامعات ده موضوع بتشوف وزاره التعليم العالي والجامعات نفسها، وهناك استقلاليه للجامعات، هناك في عمداء للكليات وفي بعض الناس اللي بتشتغل في هذا الموضوع من الاساتذه والاسر اللي موجوده. لكن احنا على مستوى وزاره الشباب والرياضه بنحاول ان احنا نقول يا شباب الجامعات، احنا بنعمل مسابقات ثقافيه خارج، تعالوا اشتركوا معنا في المسابقات زي مسابقه الابداعات الثقافيه. بناخد طلبه من الجامعات يطلعوا معانا رحلات في قطار الشباب ورحلات في المعسكرات الشبابيه. بنحاول بقدر الامكان كل الندوات والحوارات الشبابيه اللي احنا بنعملها يشترك فيها، وبنقول للجامعات تعالوا، طلبه الجامعات شاركوا فيها. زي ما انتم شفتوا النهارده كمان اللقاء اللي كنا عاملينه مع طلاب جامعه سوهاج، احنا بنحاول، لكن ده خارج اسوار الجامعه. اما ما يحدث داخل الجامعه من بعض يعني الاحداث اللي بيبقى فيها عنف شويه بحاجه، احنا مش قادرين ندخل داخل هذه الجامعات ونتكلم مع الشباب ونعمل كذا، لانه في من يتولى القصه دي. فاحنا ما عندناش مشكله، واحنا على استعداد ان احنا ممكن ندخل اذا طلب مننا في هذا يعني في اي وقت هذا الموضوع، ما عندناش اي مشكله. بالنسبه يا فندم للشباب الاخوان، هم فصيل موجود في المجتمع وبيمثلوا شريحه من الشباب، عايزين نعرف دور الوزاره في احتوائهم، هل في تواصل معاهم لاعاده دمجهم مره اخرى في المجتمع؟ أني فئة دول؟ شباب الإخوان المسلمين. لا الحقيقة يعني أنا مش من الناس الموافقة أبدا على التعامل مع شباب الإخوان المسلمين، ولا أي حاجة تبص لكلمة الإخوان، لأن أنا بأمانة شديدة جدا من وجهة نظري انتهت هذه الجماعة، وانتهى من يكون منتمي إليها بأي شكل من الأشكال. لكن مش معنى كده أنا مش بتكلم مع الشباب، لكن أنا بقول لو أنت النهاردة كنت أحد الناس المنضمين للإخوان في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك اكتشفت ان هذا الكلام ما كانش صحيح، فبقيت النهارده مندم لحزب اخر، يطلع بقى حزب الوفد، حزب التجمع المصري الاحرار المصري الديمقراطي الاجتماعي. بتحولك من هذا الى هذا انا بتعامل معاك بشكلك الجديد.
ما بجيش بقول لك لا والله بس انت اصلا كنت زمان مع ده مش دوري، وانا لا افتش في ضمائري ولا افتش في حاجه. انت النهارده قد تكون كنت في يوم من الايام حاجه، طالما لم يثبت عليك اي حاجه تدينك بشكل اخر باي شكل من اشكال الارهاب او اي شكل من اشكال الشغب والتخريب، ثم بقيت مستقل، بقيت في حزب اخر، بقيت في ائتلاف اخر، بقيت في حركه شبابيه اخرى، اهلا وسهلا بيك. لكن ما تجيليش تيجي تقعد معايا ونتحدث مع بعض على انك جاي بصفتك احنا من شباب الاخوان المسلمين. هذه الصفه انتهت، واعلن في مصر ان جماعه الاخوان جماعه ارهابيه، وبالتالي انا لا اقول ان اي حد كان ينتمي الى الاخوان المسلمين اصبح ارهابيا، دي مش طريقتي في التعامل، لكن لابد ان يظهر بشكل جديد. شكله الجديد يعني يكون ايه؟ اما منضم لاي فئه او حزب او ائتلاف او حركه، او لا ينتمي لاي حد كده وجاي لي كانه شاب مصري عادي خالص. اهلا بيك يا شاب مصري عادي خالص. لكن ما اقدرش اقول لي مثلا احنا جماعه الشباب الاخوان المسلمين، او احنا امانه المراه في الاخوان المسلمين، او احنا امانه العمال في الاخوان المسلمين، او احنا لا مش هنقدر نتعامل مع هذا الموضوع، لان هذا الموضوع بالنسبه لنا والتعبير ده كمان بقى التعبير يلفظ المجتمع ده موضوع ده. لكن واحد كان منضما والنهارده اصبح مستقل او في حزب اخر، اهلا بيك شاب مصري، واهلا بيك طالما لم تحدث اي تخريب ولم تعمل اي حاجه ولم يدينك القضاء في اي شيء، فاهلا بيك مرحب بيك. فاهم مع الوزير في اتجاه للشباب مفوضيه عليا تتبع للشباب تتبع رئاسه الجمهوريه؟ والله انا كنت اعتقد ان هذا الموضوع كان ماشي في يعني في خطواته الاخيره، ولكن انا اعتقد خلاص مع قرب يعني اقتراب الرئاسه انتخابات الرئاسه القادمه، فاضل لها حوالي شهر ونص ولا حاجه من النهارده، فانا اعتقد ان هذا الموضوع سيترك بشكل او باخر للرئيس القادم يتخذ فيه قرار لو شايفه. هو المفاوضيه كانت تابعه لرئاسه الجمهوريه، وكان دكتور مصطفى حجازي هو اللي بيتولى المفاوضات مع عدد من الشباب عدد الائتلافات الثوريه. ليه ما كانتش تابعه لوزاره الشباب مع ان ده من اختصاص الوزاره؟ لا هي الفكره بتاعت مفوضيه الشباب الفكره نفسها ان يكون هناك كيان شبابي مستقل عن الحكومه، يعني دي الفكره. فما ينفعش يبقى كيان شبابي مستقل عن الحكومه واللي بتعمله وزاره الشباب اللي هي في الحكومه. يعني فكره ان يبقى عندك مفوضيه للشباب هي انك تجمع التيارات الشبابيه المختلفه من مختلف الايديولوجيات وتعمل زي كيان زي بيكون حاجه مش موازيه، لكن في نفس الوقت بتتكلم مع الحكومه، بيبقى ليها استراتيجيات معينه، بيبقى ليها اقتراحات معينه، يبقى ليها افكار معينه. فما ينفعش هذا الكيان يكون من جوه الكيان الحكومي نفسه، الا الفكره بتاعته نفسها مش هتبقى منطقيه. لكن انت عايز تجيب مجموعه شباب بافكار مستقله باتجاهات مختلفه ويكون ليهم راي يقولوا لوزاره الشباب احنا شايفين ان خطتك في المره الجايه المفروض تبقى كده، طريقه معاملتك مع الشباب تبقى كده، البرامج اللي هتقدمها تبقى الشباب بشكل معين، وبالتالي تبقى هي تدي هذه الاقتراحات للوزاره او للرئاسه، ويتم التعامل بين الرئاسه والوزاره بالشكل الحكومي المناسب. دي كانت الفكره. عشان كده حتى احنا في المؤتمرات اللي كانت او الاجتماعات اللي كانت تعقد الموضوع المفوضيه حتى احنا ما كناش بنبقى موجودين، لان احنا سايبينهم يتكلموا ويعملوا ويحققوا اللي هم عايزينه، ثم لما يكتمل الكيان احنا مستعدين نتعامل مع اي كيان. ننتقل لمحور ثاني وهو بطلع معانا دور. هو بطلع مشكله كبيره بتواجه المجتمع. فازاي الوزاره وايه تصوراتها انها ممكن تحل الازمه ازاي؟ احنا عارفين ان الوزاره كانت عامله منطقة للتوظيف قبل كده، وصل لفين الامر؟ والله احنا بنحاول طبعا، احنا محتاجين كذا محور. الموضوع الاولاني احنا محتاجين نتكلم كتير مع شبابنا ونعمل حوارات ثقافيه عشان يبتدي يغيروا فكرتهم ونظرتهم الى العمل، وخصوصا العمل الانتاجي. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان احنا نتعامل برضو مع الشركات، وده اللي بنعمله مع وزاره التجاره والصناعه، ان احنا نقول للشركات انها تدي بعض وسائل الطمانينه للشباب ان هم لما يشتركوا او يشتغلوا في القطاع الخاص يبقى عندهم الوسائل اللي تخليهم تطمنهم او تضمن لهم مستقبل جيد. الحاجه الثالثه نوفر اكبر عدد من الملتقيات التوظيف علشان الشاب يجد فيها بشكل او باخر كل مختلف الوظائف اللي هو بيحلم بيها، سواء كانت على مستوى التجاري او مستوى الصناعي او مستوى الزراعي. الحاجه الرابعه ان احنا يعني همتنا ما تحبطش قوي، ان احنا النتائج ممكن تكون مش قويه، لكن بشكل او باخر ان شاء الله هتبتدي تتحسن النتائج دي تباعا لما الشباب يثق اكتر ويجد فيها الوظائف. المشكله الكبرى اللي في عرض الوظائف ديت هي الثقه، الثقه ما بين الشباب والحكومه، لان هم عندهم موروث على مدار السنين اللي فاتت ان انا هقدم بس ممكن ما توفقش، او هتبقى الوظائف هم عندهم فكر ان الوظائف ديت بيتم اعلانها بشكل سوري، لكن بيبقى في ناس معينه هي اللي بتستفيد منها. لا والله هي الموضوع مش جاي بالطريقه ديت، هي الموضوع جاي بطريقه ان هو مش واثق قوي في الشركات القطاع الخاص اللي بتقدم. هو ما بيتعاملش معانا، هو لو في الحكومه هيجي يقدم بسرعه وعايز يشتغل باي حاجه. لكن هو الفكره كلها ان هو ما عندوش الثقه شويه في العمل في القطاع الخاص،
على اساس ان القطاع الخاص ربما في اي وقت يستغنى عنه، ربما في اي وقت تحصل ازمه اقتصاديه او حاجه فيقلل له المرتبات. وده اللي حصل في الظروف اللي حصلت فيها البلد في الثلاث سنين، في بعض الناس، بعض المصانع، بعض الفنادق، بعض استغنت عن بعض العاملين فيها نتيجه التدهور حل الاقتصادي. فدي ادت انطباع للناس ان طول ما انا شغال في حته قطاع خاص ربما في اي وقت تسوء الظروف الاقتصاديه يتم الاستغناء عنه، وبالتالي يبقى افضل ان انا اشتغل في الحكومه، لان الحكومه مهما حصلت ظروف اقتصاديه سيئه مرتباتها ثابته ما بتقلش بكل الامتيازات بياخدها. في بعض الناس تانية بيبقى فقد الثقه على اساس انها ايه، حاسه ان انا جايب مثلا تقدير بسيط، جايب مقبول ولا طالع بماده ولا كنت جايب مش عارف. فده عشان اقدم في شغل كده بشكل عام وان هم يبقوا عايزين 20 30 وظيفه، ده اكيد في مثلا 500 واحد احسن مني هيكون اتقدموا، وانا دوري على ما يجي عمليه صعبه جدا فما بيروحش يقدم في هذا الموضوع. في واحد تاني بيقول لك لا انا مش عايز اشتغل طول الوقت دوت والعائد اللي بيجي لي قليل، بنقول له احسن ما انت ما بيجيلكش حاجه خالص، ان شاء الله يكون بيجي لك 50% مما تتمنى، احسن ما بيجيلك صفر. لكن للاسف الشديد الثقافه اللي موجوده عندنا حاليا اقل كثيرا مما كنا نتمنى يعني في الشغل.